بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمين سيدنا يا كريم. أيوة جاء الانشقاق، وعلى ريناه في يوم ما وقت اللي الإنسان بأدواته نقلنا ما على سطح القمر، فرأينا شق هنا كيف هكا الرباط على القمر، وهذا دليل تركه الله لكي يتحقق سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أي القرآن حق، نزل الحق وبالحق نزل، والحمد لله تعالى. يقول مولانا في السورة في الآية الثانية من السورة: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أي ريتوها الآية أو العلامة أو الملاحظة أو الحجة، ريتوها أنتم طلبتوها أو ريتوها. شو من السقوطية متاع الإنسان، واللي في القائمة الأولى متاع سقوطي الإنسان هما اليهود والكرب. يودع نأكد ونأكد على المعرفة اللي هي راجحة عندنا، كونه يكونوا اليهود والمشركون هم أهل البلاء والمسببين في الشقاء البشرية. إذا كان ريت نار أوقدت للحرب، فاعلم أنها أما من اليهود كلما أوقدوا نار الحرب أطفاء الله بفضله ورحمته، ولا الكرب اليوم بيونات في يد الصهاينة، هم الوعب تلعب بيهم الصهاينة. أي أنت توا يا لا سعودي الرياض ومبطح إلينا، ولا ما ترى منا كان العجب العجاب. وبما أنهم الكلاب اللي في السلطة الظالمة، يقول لك أنا نحب أخويا يحمي نفسي يشبي، وقالوا أنا نمثلوا اللي أنا وي وي شيدي شيدي وي. الكلاب هذوما يحبوا يغيظوا إيران اللي فيها شيء من الإسلام، يغيظوها. إيش يقولوا؟ يقولوا بطريق معاوية بن أبي سفيان وما درك، يعني انتم يا لا سعود القواد الفجار الانذال الجهداء الجهلاء، حبيتوا تغيظوا من في الحكم في ايران اللي انتم مع علي يا الايرانيين، علي رضي الله عنه وكرمه الله وكرم وجهه الا يسجد لاي صنم، بل بقي ساجدا للرحمن سبحانه وتعالى على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. هذاك كان قدوته، هذاك كان أنا مصب اهتمامي، و و و أنتم تغيدوا فيهم لأنكم من أشياء معاوية اللي انكشف حين رحمه الله في ثلاث مرات وهو يتصارع مع سيدنا علي كرم الله وجهه، اللي يحب يحافظ على ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. وحبكم للسلطة يكرب خلاكم ما تفدوا إلا ما شاركم فيه الشيطان، كمذهب يعزكم ومذهب يعينكم ومذهب يرفعكم إلى سجود الحكم. والأم الحلم مازال يستمر، وهذا ما وصلنا عن الطرق المختلفة أن هؤلاء الذين اليوم يديرون شؤون الأرض المقدسة هم من أشياء والعياذ بالله معاوية بن أبي سفيان. ونعرف كيف ربي رحمه ورحمه حتى أذله، ومن ضلالاته أن ترك وأمر أتباعه أن لا يتبعوا إلا ابنه الملعون. هذا يزيد الكذب الحقير، وتحدثنا عنه
مرة أو مرات. اليوم فيما أعلم أمه، لأنه كان معاوية منبر بالروم، أمه رومية، الله أعلم كيف قداش أعطى الروم من أموال طائلة باش يصرحوا له باش توصل وتتزوج به، والله أعلم الحقيقة. على كل حال احنا نجتهد، ومن اجتهد وصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد، كما وصلنا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أسوتنا الحسنة أسوتنا المثلى، والسلام علينا أهل الإسلام.